نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. في رئيس حكومتنا احتجز وأوقف في المملكة، الشيء هيدا بشكل عمل إدائي ضد لبنان. عون يتهم السعودية باحتجاز الحرير مع عائلته ويعتبر ذلك عملا عدائيا، وباسيل يدعو الرياض إلى حل مشاكلها مع طهران وليس مع اللبنانيين. روحاني يصف إجبار السعودية الحريري على الاستقالة بالعمل غير المسبوق، ويتهم الرياض بارتكاب جرائم في اليمن. معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة لتحرير مدينة البوكمال، والقاذفات الروسية الاستراتيجية تضرب داعش في دير الزور. كونغرس الأمريكي يصف حركة النجباء العراقية جماعة إرهابية، ويتهم الحرس الثوري الإيراني بتمويلها وتسليحها وحزب الله بتدريبها. موغابي قيد الإقامة الجبرية، والجيش يتسلم السلطة في زيمبابوي ويؤكد أن الرئيس بخير. تهم الرئيس اللبناني ميشيل عون السعودية باحتجاز الرئيس سعد الحريري وعائلته، واصفا هذا العمل بالعدائي ويتنافى مع معاهدة فيينا، وأشار عون إلى مواصلة التحرك على الصعيد الدولي لحل هذه القضية. في رئيس حكومتنا احتجز وأوقف في المملكة، لحد قلتني الاتصالات فيه محدودة، ما عم بيقدر يعبر عن بده يحكي. هالشي هيدا بشكل عمل إدائي ضد لبنان، لأنه ينتفي ممنوع، لأنه عنده حصانة رئيس دولة، وهيدا بتنص على اتفاقية فيينا. وفي كمان جرم تاني تكب، هو كمان ضد اتفاقية، ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في كلا الحالات نحن أخذنا الإجراءات. عون أكد أن الرئيس الحريري سيعود إلى لبنان بما يحفظ كرامة البلاد والرموز الوطنية، ولفت إلى أنه لن يتساهل في هذه المسألة مطلقا. نحن رجعنا للمراجع الدولية. أنا دعيت السفرة، سفر الدول الموجودين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حكينا نحن وياهم، ودولهم أخذت موقف، طالبت بإخراجهم. لحد هلا كمان ما في تجاوب. أنا ماني خايف، رح بيرجع سعد الحريري مع محافظة على كرامتنا وعلى رموزنا الوطنية. لا يجوز التراجع بهذا الموضوع. عون أكد عدم قبول الاستقالة فيما الرئيس الحريري محتجز أو خارج لبنان، لافتا إلى أن الأخير لديه واجب تجاه بلده الذي كلفه رئاسة الحكومة. الاستقالة إلى أصول، في بعد منها تصريف أعمال لحين ما تتألف حكومة جديدة، ولا بيخلق فراغ كمان بالسلطة. لذلك مش ممكن نقبل استقالته وهو محجوز، أو هو برا حتى، لأن في واجب تجاه وطنه اللي عمل له تكليف بالحكومة. وكلكم تعرفوا الرئيس سعد الحريري زلمة من اللي بيتحمل مسؤولياته الوطنية، وما بيتصرف تصرف خاطئ مثل هذا. جدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تأكيده أنه بألف خير، وقال الحريري في تغريدة جديدة على تويتر أنه سيعود إلى لبنان كما وعد اللبنانيين، لكنه لم يحدد موعدا لتاريخ عودته. أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن ما يواجهه لبنان مؤخرا هو تهديد للمسار الإيجابي الذي كان يسلكه. باسيل استكمل جولته الأوروبية، حيث التقى نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن والإيطالي إنجيلينو إلفانو في رومانيا، في روما عفوا. باسيل أكد أن الهدف هو الحفاظ على استقرار لبنان المطلوب لاستقرار المنطقة وأوروبا.
So it is only normal. من الطبيعي أن يعلن رئيس حكومتنا استقالته من الأراضي اللبنانية وليس من الخارج، وأن نعود إلى الإجراءات الدستورية للانتقال إلى خطوات لاحقة. وفي هذه القضية يحق لنا طرح الأسئلة بسبب الغموض في هذه المسألة. لذلك لنزيل الغموض ونعيد رئيس الحكومة إلى بلده وغير ذلك سنبقى نفكر أن هناك تدخلا خارجيا. باسيل دعا السعودية إلى حل مشاكلها مع إيران لا مع لبنان، وأكد أن لبنان سيستكمل كل الخطوات لحل المشكلة عن طريق العلاقات الطيبة مع السعودية. Our Prime Minister is surely not Hezbollah. رئيس حكومتنا حكما ليس من حزب الله، واللبنانيون ليسوا حزب الله. وإذا كان للسعودية مشاكل مع إيران أو مع حزب الله، فعليها حلها مع إيران وليس مع لبنان أو كل اللبنانيين. وتنضم إلينا في الاستوديو حول للتعليق على كل هذه المواقف التي استمعنا إليها الإعلامية سكارلت حداد. كيفك؟ ماشي الحال. إذا ما بدأت بهذه اللهجة أو خلفية الخلفية أو الأسباب التي تدفع الرئيس إلى أن يرفع اللهجة بهذا الشكل ربما المفاجئ، يعني هي المواقف الرئيس الجمهورية تدرجت، يعني إذا بدك بلشت بالأول أنه شكوك تشكيك، ولكن ما عم بيكون في تجاوب من الجانب الثاني، يعني دايما في محاولات، يعني دايما فيها جزء من الغموض. مشان هيك بيعتبر رئيس الجمهورية أنه كمان لازم بقى يعني كل فترة عم بيصعد أكثر وأكثر ليوصل لنتيجة. بكل بساطة يعني هو موقف متدرج. طيب رد الرئيس الحريري عبر تويتر عندما طيب. أكد أنني بألف ألف خير وأنني سأعود طبعا طريق. بس ما هو كل مثل ما قلت لك كل محاولة عم بتصير، هو عم يلتقي بعض الأشخاص، كل ما بيلتقي شخص بيطلع فيه غموض أكتر، كل بيعطي مقابلة بيكون فيه علامات استفهام. يعني هالبلبلة اللي حول مواقفه مش وضعه بالسعودية مش عم بتروح، مش عم بتزيح، لا لا لن تزول يعني بهالطريقة. مشان هيك طب هو عم بيحكي، بيقولوا بعض الاشخاص انه هو عم بيحكوا معه على التليفون. اذا كان سهل الحكي على التليفون ليش ما بيحكي مع رئيس الجمهوريه؟ ليش ما بيحكي مع الوزير المشنوق؟ بس في عقاب صقر يعني هو الوحيد اللي جدير انه يحكي معه. مشان هيك في دائما تشكيك، ما عم بتزيل هالغموض اللي حوله وجوده مش عم بيزيد مع كل المحاولات. مثلا ليش البطرك الراعي شافه 14 دقيقه بعيد عن الاعلام؟ طيب ما في عدة أسئلة عم بتزيد هالتساؤلات عند رئيس الدولة بلبنان بالاستقبال أيضا. فإذا مشان هيك هو عم بحس أنه كل مرة مثل كأنه هالمحاولات هي لتضييع إذا بدك المسألة الحقيقية، أنه التطمينات إذا هالقد هو منيح وهالقد هو حر طب يرجع على لبنان. يعني بكل بساطة الأمور بسيطة، نضع كل الشكوك جانبا. ثلاث ساعات المسافة ربما من هنا إلى الرياض، ثلاث ساعات تقريبا أو أربع ساعات، ثلاث ساعات ونص هيك شيء. ثلاث ساعات ممكن أن تنهي أزمة البلاد، يعني ثلاث ساعات هي المسافة بين الرياض وبين بيروت تنهي الأزمة تماما. لا تنهي الأزمة، ولكن بتزيل الغموض عن وجوده. هلا بترجع بتبدأ يمكن أزمة جديدة اللي هي أزمة الاستقالة هذا أمر داخلي. لكن يعني تبديد الشكوك وتبديد هذا يعني هذا حالة التخبط الموجودة حاليا في لبنان وحالة التساؤلات والتفسيرات وأحيانا المبالغات، دعنا نكون واضحين، يعني يزيلها ثلاث ساعات ونصف من الرياض إلى بيروت. ما هو المانع الذي يعني الآن الرئيس الحريري إذا كان يتابع كل شيء فعلا كما قيل، هو يعرف أنه في أزمة في لبنان تزال بثلاث ساعات ونصف في مطار بيروت، يعني لماذا لا يقدم على هذا الموضوع؟ ليش دائما التاريخ مؤجل بعد يومين بعد ثلاث هاليومين؟ يعني هيدا السؤال هو تماما يلي عم بيسأله لحاله رئيس الجمهورية، وعلم يلي عم بخليه هالقد يعني يكفي بالموضوع، لأنه في شيء مش طبيعي. وقت الأمور مثل ما حضرتك عم بتقول هالقد سهلة، بتركب الطيارة وبتجي على لبنان وبتحل المشكل، وقت أنت عارف أنه هالغموض هيدا حول وجودك عم بيعمل هالأزمة بلبنان. فإذا كانت كتير سهلة. مشان هيك السؤال، نحن يعني طبعا في معلومات، ولكن في تحليل، في تحليل ممكن يكون انه يمكن لو اكدين انه رئيس سعد الحريري بيرجع على لبنان وبياخذ نفس المواقف اللي اخذها بالرياض، يمكن كانوا هلا بيطلعوه بالطياره وبيجي. يمكن في اسئله حول ما بعد الخطوه اللي ما بعد، يعني شروط ما سيقوله في بيروت، يمكن بده يكون يعني هلا هيدا تحليل طبعا مش معلومات، بس انه السؤال الطبيعي للانسان الطبيعي بيساله طيب اذا كانت هالقد سهله العوده، واذا كان هو
حر وإذا كان هو مقتنع باللي عم بيعمله، ليش ما بيرجع على لبنان وبيعمل ذات الشيء؟ فإذا في تساؤلات، يمكن إذا إجى على لبنان يمكن ما بيعمل ذات الشيء، مشان هيك وبعده بالسعودية، خاصة أنه من أول يوم وقت الحكى مع رئيس الجمهورية هالدقيقتين اللي قال له فيها أنه أنا تعبان ما بقى فيني كفي قدمت استقالتي، قال له إمتى راجع؟ وقت ترجع منحكي، قال له راجع بهاليومين، صار لها 12 يوم القصة، بعدنا نفس الكلمة عم يستعملها، هاليومين، هاليومين، يعني صارت القصة مثل محطة كلام ما عاد لها معنى بالوقت بالزمن. وأنا هون بدي أضيف شغلة أنه الشكوك اللبنانية، يعني هلأ لبنان صحيح دولة إذا بدك من هالدول، ولكن ما كان لها هالأهمية هالنفوذ الكبير ليجيش كل العواصم الكبرى بأوروبا على الأقل لناحية موقفها. فإذا ليش هالعواصم الكبرى اللي عم يزورها اليوم الوزير باسيل وزير الخارجية، ليش عم تاخذ هالمواقف؟ يمكن لأنه هن سفراء شافوا رئيس سعد الحريري بالرياض، وهن بعثوا تقارير لدولهم بتقول أنه في علامات استفهام حول هاللقاءات. نتحدث عن هذا ولكن مزيد من المواقف في جديد المواقف الفرنسية. تمنى الرئيس إيمانويل ماكرو أن يتمكن الرئيس الحريري من تقديم استقالته في لبنان. وفي السياق بدأ وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان زيارة إلى الرياض للقاء الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والوزير عادل جبير. في الأثناء أكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن بلاده تجري مشاورات في نيويورك على مستوى الدول بشأن لبنان. وشدد ديلاتر قبيل دخوله إلى جلسة لمجلس الأمن على أن هذه المشاورات ما زالت في مراحلها الأولى. إذا ما عدنا إلى هذه المواقف، كنت تتحدثي عن شيء مهم. ما يقول الرئيس، رئيس الجمهورية تحديدا، هو مبني على هذه المماطلة، على عدم تحديد موعد لعودة الحريري، على مقابلات أجراها زادت الشكوك، على رأي عام لبناني يطالب، أم أن رئيس الجمهورية لديه ما يستند إليه من خلال الاتصالات أو الرسائل التي تصل من خارج لبنان؟ لا هلا ما بعرف أنا شو عنده معطيات رئيس الجمهورية، ولكن أكيد عنده شكوك هي عم تثبت كل يوم أنه هالشكوك هي بمحلها. هيدي الشكوك ما عادت بس لبنانية، مثل ما قلت لك، يعني كل مثلا فرنسا، بريطانيا، حتى الولايات المتحدة، في كتير بلدان عم تاخد مواقف بهالمعنى، هيدا أنه لازم الرئيس الحريري يرجع على بلده. معناتها أنه هيدي الشكوك منا بس لعبة داخلية، هيدي فعلا شكوك مشروعة. وكل واليوم المجتمع الدولي عم يسأل حاله أنه طب ليش رئيس حكومة البلد ما عم بيقدر يرجع على بلده؟ يعني صارت القصه مش انه لبنان عامل لوبينج، لا، هي صار كل السفراء عم بيبعثوا مثل ما قلت لك تقارير، وعم بيقولوا انه في علامات استفهام حول وجود وظروف وجوده للحريري. فاذا صارت هالموقف، يعني صار مبين انه كثير واضح وكثير مبرر، يعني مبرر لرئيس الجمهوريه. في تركيز وأنا حاليا تفضلي. بعتقد انا انه رئيس الجمهوريه مش عم بيعمل هالشيء بس، يعني لانه هيدي سابقه، يعني بكل تاريخ تعامل الدول بين بعضها هيدي سابقه انه رئيس الحكومه يروح لبلد وما يقعد يقدر يرجع ويصير في شروط محطوطه عليه. على كل حال هيك مبين لانه بعد ما نزالت هالشكوك، يعني بكى حيالله مسؤول بيروح على دولة بزيارة، إذا هاي الدولة عندها مأخذ على الدولة اللي هو بينتمي إلها بتحجزه، إنه هيك أمور ما بتصير هيدا بالعلاقات الدولية بهالطريقة. هناك تركيز على عائلة الحريري، يعني رئيس الجمهورية تحدث في هذا يوم أمس، وأكثر من مصدر يعني بدأ يتحدث عن أن عودة عائلة الرئيس أيضا بأهمية عودة الرئيس الحريري إلى لبنان. هل هذا سيكون في الحسابات في الأيام المقبلة؟ بمعنى أنه إذا عاد الحريري لوحده لن يؤخذ كلامه على محمل أو في إطار أنه حر؟ طبعا، يعني لأنه هالطريقة اللي عم بتتم فيها معالجة الموضوع من قبل السلطات السعودية عم بتدل أنه هن مأيدين لحريته للرئيس الحريري. مثل ما قلت لك، ليش ما بيحكي بس غير مع عقاب صقر؟ في علامة استفهام، أو نديم قطيش، مع كل احترامي لهالشخصين، ولكن في شيء غريب بهالطريقة. أنا بعتقد الرئيس الجمهورية عم بينسق مع عائلة الحريري ببيروت، وهن يعني متفقين على انه لازم، اذا بدك، مش بس يجي رئيس الحريري، لانه اذا كان في اشكال، اذا كان في وراء كل هالغموض حول وجوده بالرياض، اذا كان في اشكال ما بينحل هالاشكال بس برجعه رئيس الحريري لحاله، لانه بضل في امكانيه ورقه ضغط، يعني اذا بدك، عليه، هي تتمثل بوجود عائلته بالرياض. شكرا جزيلا لك يا سكارلت حداد الاعلاميه اللبنانيه، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لحضورك. شكرا.
شارع تونسي رأى أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية كان يجب أن تكون من بلاده ليتأكد شعبه أنها نابعة من إرادته. يجي السيد سعد الحريري يعلن استقالته من لبنان، يقول أنا راني مستقيل، ويبين أسباب الاستقالة متاعه، يكون الأمر هين وطبيعي. أما أن يعلن استقالة ما هيش في الأعراف هذه، لا في الدبلوماسية ولا في الأعراف، معناها أعراف السلطة بصفة عامة، أن يخرج معناها رئيس حكومة أو رئيس يعلن استقالته من بلد ثاني، فهذا ماذا يعني لشعب البلد معناها اللبناني؟ معناها ماذا يعني؟ إلا أن يكون هذه المعنى الاستقالة استقالة قصرية، ولم تكن استقالة يعني بإرادة. ندعو السعودية خاصة إلى التعقل وعدم الارتجال، معناها وخاصة أنها تنظر باش يكون المردود إذا في لا قدر الله تصير حرب، معناها ما بين حزب الله وما بين السعودية وما بين إيران وكل شيء، فهذا لن يخدم لا المصالح السعودية ولا المصالح الفلسطينية ولا المصالح اللبنانية. سعد الحريري ربما هو مهدد في حياته، لذلك اختار انه يسافر الى السعوديه ويقدم استقالته. سعد الحريري متزوج الجنسيه، ولكن حتى ان ازدوجت جنسيته فانه المساله لا تخضع الى اخضاع رئيس حكومه لتقديم استقالته. رئيس الحكومه يجب ان على الاقل يظهر شكلا انه حر في اتخاذ قراره، انه حر في اتخاذ توقفه عن اداء مهامه، وبالتالي يجب ان يقدم هذه الاستقاله امام جماهيره، امام ناخبيه بالاساس. الرئيس الإيراني حسن روحاني اتهم السعودية بالتدخل السافر في لبنان، وعد مطالبتها الرئيس الحريري بالاستقالة وتقديم شخص آخر لاستبداله به حدثا غير مسبوق في التاريخ. روحاني أضاف أنه من المخجل جدا أن يطلب بدل بلد إسلامي في المنطقة من إسرائيل ويتوسل إليها لكي تقصف الشعب اللبناني. قلما رأينا تدخلا سافرا كهذا في شؤون بلد مستقل آخر كلبنان، يطلبون من فلان الاستقالة ومن الآخر التصدي للمسؤولية لأنه شقيق فلان، ويطالبون شخصا آخر وحزبا معينا بعدم المشاركة في الحكومة. من أنتم؟ ما هي قوتكم؟ إلى أي مدى تتصورون أن المال يفيدكم؟ من المخجل والمعيب جدا أن يطلب بلد مسلم في المنطقة من إسرائيل ويلتمسها لقصف الشعب اللبناني. لا أذكر أن هناك بلدا إسلاميا وصل إلى هذه الدرجة من التعاسة. بعض الأشخاص غير الناضجين في المنطقة جاءوا إلى سدة الحكم وفعلوا ما فعلوا ببلدهم وبباقي بلدان المنطقة. أما نحن في الجمهورية الإسلامية، شاءوا أم أبوا، كنا وسنبقى ندعم المظلومين. أضاف روحاني أن من يطلق على نفسه صفة خادم الحرمين الشريفين يواصل جرائمه ضد الشعب اليمني المسلم الأعزل من دون شعور بالأسف والندم على ما يفعل. كيف يمكن لبلد يدعي بأنه مسلم ومن يعتبر نفسه خادما للحرمين الشريفين أن يقتل المسلمين الأبرياء بهذه الطريقة؟ بل لا يبدي أسفه على ذلك ولا يخجل ولا يتوقف عن هذه الجريمة ويواصلها يوميا. الأسوأ من هؤلاء الدول الغربية التي تدعم هؤلاء الجنات. الأمم المتحدة اتخذت الصمت، وعندما تنطق لا يتعدى بيان الاستنكار. وردنا الآن من المقر الإعلامي لغرفة عمليات حلفاء سوريا مشاهد لتقدم الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة على مشارف مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش. وتظهر المشاهد أيضا بعضا من حشود الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة على أطراف البوكمال. Thank you.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 6 طائرات روسية من طراز 222M3 بعيدة المدى ضربت أهدافا تابعة لداعش قرب بلدة البوكمال في محافظة دير الزور السورية. وزارة الدفاع أكدت أن الطائرات أقلعت من الأراضي الروسية وحلقت فوق إيران والعراق لتشن ضربات جوية على البلدة في محافظة دير الزور السورية. تسابق بين سوريا وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى للسيطرة على البوكمال، فيما وقائع الميدان تؤكد ترجيح فوز الجيش السوري عبر تحريره المدينة. معركة الحسم، البوكمال، البلدة الواقعة في أقصى الشرق السوري باتت اليوم تشكل بيضة القبان في معارك البادية السورية وحوض الفرات. من 3 محاور يحاصر الجيش السوري وحلفاؤه من محور المقاومة البلدة. الشرق والجنوب الشرقي للبوكمال وانطلاقا من المسعودية شكل محورا لاستكمال السيطرة على آخر معقل لداعش في سوريا. توجد فصائل من حركة النجباء وعصائب أهل الحق إضافة إلى كتائب حزب الله في معركة البوكمال، وهذا ما يثير الغضب الأمريكي ويدفع واشنطن لفرض عقوبات ستطبق قريبا وستستهدف هذه الفصائل. من جنوبي البوكمال وشمالها الشرقي يتقدم الجيش السوري وحزب الله والحرس الثوري إلى البوكمال. قطعت خطوط إمدادها عن نقاط سيطرة التنظيم من جهة الميادين، والتي يتقدم منها الجيش السوري واللجان الشعبية لإنهاء وجود داعش بالكامل في منطقة حوض الفرات. معارك عنيفة تشهدها المنطقة منذ أسبوعين. الطائرات الروسية تشكل غطاء جويا يستهدف مقر القيادة لداعش، كما تشكل غرفة القيادة الروسية في المنطقة جدارا يحول دون وصول التحالف الأمريكي لها، مما يؤمن عدم استهداف القوات السورية وحلفائها من قبل التحالف الأمريكي الباحث عن الوصول إلى تسوية مع داعش لدخول قوة سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة داعش في البوكمال. هدف أمريكي يبدو صعب المنال، فالطريق الوحيد لقوات سوريا ديمقراطية لتصل إلى البوكمال يعبر من نهر الفرات، وهو مرصود ناريا من الجيش السوري. مشهد تسابق سوريا مع حلفائها من جهة في مواجهة أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى للسيطرة على البوكمال يبرره أهمية المنطقة بكونها نقطة وصل بين العراق وسوريا. فمن جنوب البلدة تعبر خطوط نقل النفط والغاز إلى الساحل السوري مرورا بالمحطة الثانية والأولى. هذا الواقع يؤمن أهدافا اقتصادية تخدم محور المقاومة بالكامل بنقل النفط والغاز إلى أوروبا، كما يؤمن لروسيا نقلا لغازها إلى أوروبا عبر المتوسط، وهو مشروع يأتي في مواجهة خط نقل الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر الأراضي السورية، كما تعتبر البوكمال معبرا بريا إلى العراق عبر معبر القائم. توسعت الاشتباكات بين حركة الزنكي وجبهة النصرة بريف حلب الجنوبي على خلفية هجوم الأخيرة على حواجز الزنكي في المنطقة، ولم تتمكن كل الوساطات من وقف القتال بين الطرفين الذي أوقع عشرات القتلى بينهم مدنيون. الزنكي المدعومة أمريكيا تخشى على نفوذها في المنطقة بعد تمدد النصرة إليها بموجب تحالفها الجديد مع الأتراك. هذا تقرير لديما نصيف. هدنة عام كاملا أنهتها جبهة النصرة مع حركة نور الدين الزنكي منذ انسحابها من حلب. القصف لم يتوقف على معاقل النصرة في دارة عزة بريف حلب الشمالي. قوات الزنكي توسع من ساحة المواجهة إلى كفرناها واتقاد وغيرهما من البلدات القريبة وتنصب مدافعها نحو الإسحارة ورحاب. هدوء لهجة علي سعيد نائب قائد حركة الزنكي يقرع في طياته طبول الحرب مع النصرة ويدعو كل قادر على حمل السلاح إلى النفير. تعلن مواجهة هذه الحرب المفتوحة ذارئا تهنوا أو تستكينوا، ويسوقكم الجولاني لمصير يشابه الرقة والموصل. المعارك احتدمت قبل إعلان النفير. الاعتقالات والاغتيالات لم تتوقف في ريف حلب الجنوبي وشمال إدلب. الوساطات والاتفاقات لإيقاف القتال سقطت. مبادرة مجلس العشائر في المنطقة لم تصمد أكثر من ساعات. القتل بالعشرات للطرفين والقتال وصل إلى نقطة لا عودة. المدنيون لم يقتلوا نتيجة الاشتباكات فقط. رصاص النصرة أطلق على التظاهرات المطالبة بوقف القتال في الأتارب ردا على قصف الزنكي لحواجزها.
حركة الزنكي التي تخشى على نفوذها في ريف حلب بعد تمدد النصرة خلف الدبابات التركية أشعلت الاشتباك. النصرة الفصيل الأقوى في الشمال قادرة على حسم معركة اليوم، الاستفراد بخصمها لتصفيته كما كان مع جبهة ثوار سوريا والفرقة 13 وحركة حزم التي عملت مع CIA بات ممكنا. الاقتتال يدور بدفع من أنقرة لإبقاء النصرة ذراعا تركية على خطوط التماس مع الكرد. ولن تقبل النصرة كما يبدو أقل من استئصال الزنكي من ريف حلب. الحرب تسعرها أيضا مشاعر الثأر لانشقاق الزنكي عن هيئة تحرير الشام مع 7000 مقاتل قبل شهرين بعد رهانها على حصار النصرة تمهيدا لتصفيتها كما يقضي اتفاق أستانا. الدبابات السورية تتقدم في ريف حماة الشرقي لتغلق جبهة استراتيجية على بوابة إدلب الجنوبية معقل النصرة، فيما قتال الزنكي والنصرة يستنزف خصوم الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة ويشغله عن قتالهم. ديما نصيف، دمشق، الميادين. قال وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أن إسرائيل لن تسمح بما سماه تمركزا إيرانيا في سوريا أو بتحويل سوريا إلى موقع متقدم ضد إسرائيل. ولفت خلال زيارة المنطقة الشمالية إلى أن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد جيدا لكل السيناريوهات. الجيش الإسرائيلي مستعد تماما لأي سيناريو، ونحن نحافظ على الحق في التصرف بحرية، والاعتبار الوحيد الذي يوجهنا هو أمن دولة إسرائيل. وفيما يتعلق بإيران فإننا ببساطة لن نسمح بوجود شيعي أو إيراني في سوريا، ولن نسمح لسوريا بأن تصبح في خط متقدم ضد دولة إسرائيل. أي شخص لم يفهم هذا بعد ينبغي أن يفهم. فاصل، نتابع بعده مباشرة النشرة السابعة. مجددا حياكم الله. أعلن الكونغرس الأمريكي حركة النجباء العراقية جماعة إرهابية، ودعا الكونغرس الرئيس الأمريكي لتطبيق حظر حركة النجباء والشخصيات الأجنبية المسؤولة أو المرتبطة بها خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما. وجاء في التقرير أن النجباء تحصل على التدريب والميزانية والتسليح من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، ويؤدي حزب الله اللبناني مهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة. معي مباشرة من بغداد المتحدث باسم حركة النجباء السيد هاشم الموسوي. سيد الموسوي، ما هو ردكم على هذا التصنيف الأمريكي للجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحيك وحي جميع مشاهدي قناة الميادين الحوارية. هذا ليس جديد علينا وهذا متوقع باعتبار أن سلسلة الإجراءات والقرارات الأمريكية ضد فصائل المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة بات واضحا ومكشوفا. بالأمس القريب تم استهداف حركة حماس وأطلق عليها وصنفت بلاحة الإرهاب، وكذلك حزب الله، واليوم جاءوا إلى فصائل المقاومة الإسلامية خصوصا حركة النجباء، لأن هذه الحركات وهذه الفصائل أثبتت جدارتها في ميادين القتال واستطاعت أن تفشل المشروع الأمريكي التقسيمي في سوريا وفي العراق، وألحقت الهزائم بالمشروع الأمريكي وبمحور الشر. فليس من الطبيعي أن تقف أمريكا متفرجة أو أن أمريكا تعترف بخسائرها وبخسائر مرتزقتها وحلفائها في المنطقة دون أن تفعل شيئا، ولكن هذه المرة بعد أن وجدت أن هذه المشاريع انتهت والأهداف لم تتحقق باتت أن تقوم بأعمال وإجراءات أخرى، لأننا نعتقد أن مشاريع أمريكا لا تقف عند حد، بل أن أمريكا مستمرة بمشاريعها الخبيثة في المنطقة. طيب، ردكم على الاتهامات أو حقيقة هذه الاتهامات التي وردت في البيان الكونغرس الأمريكي الذي أشار إلى أنه حركة النجباء ميزانيتها إيرانية وتسليحها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله يتولى مهمة التدريب؟ أولا، كما تعلم أنه حركة النجباء هي ولدت من رحم الشعب العراقي، والحرس الثوري وحزب الله هم حلفاء استراتيجيين، وخصوصا أنهم شاركوا بالاستشارة معنا خلال هذه الفترة الحرب الضروس ضد الإرهاب. وهذا ليس بجديد وليس بمخفي، لأن آثاره موجودة
والعطاء والدماء التي قدمت في العراق من قبل الحرس الثوري وحزب الله واضحة. أما الجانب الأمريكي الذي باعتراف الرئيس الأمريكي أن الحكومة الأمريكية السابقة هي من قامت بتأسيس داعش وهي من دعمت داعش، فعندما يتحدثون عن الإرهاب يجب أن يتحدثون عن جبهة النصرة المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية وعن حلفهم مع الكيان السعودي في قصفهم واستهدافهم لليمن، وعن الفوضى التي خلقوها وتركوها وخلفوها في ليبيا، وعن الفوضى العارمة التي سببوها وسببوا الأزمات الكبرى في المنطقة. اليوم كل ما صنعته هذه القرارات هو لشيء واحد، لأن أمريكا تعتقد أن أمن إسرائيل أمنها، ويوم ما أسس لواء الجولان هو الذي جعل أمريكا تثور بطائرتها لأن هذا اللواء أصبح جزء من الجبهات المتعددة في الحرب القادمة إذا شنت لا سامح الله على حزب الله، باتت هذه الجبهة هي مواجهة لجبهة إسرائيل. فاليوم ما فعلته أمريكا هو ردا وانتقاما على هذا اللواء لأنه أسس لمضادة إسرائيل ومناصرة الشعوب المستضعفة في المنطقة. طيب سيد الموسوي، حظر حركة النجباء كما ورد في قرار الكونغرس بالإجراءات، ماذا يؤثر على الحركة؟ لن يؤثر عليها شيئا، لأن هذه الحركة تحظى بمقبولية جميع الأطراف لأن خطابها خطابا وحدويا واعتداليا ووسطيا، وعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة العراقية ومع الأطراف السنية والكردية والتركمانية وجميع المكونات ومع المحيط الموجود لمحور المقاومة. هم أرادوا أن يخلقوا فوضى واضطراب وحالة قطيعة ما بين الحكومة العراقية وما بين حركة النجباء حتى تكون هناك حالة من الضغوط تمارس على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات، ولكن الحكومة العراقية بات لها الأمر واضحا لأن بالأمس القريب استهدفوا الحشد الشعبي واستهدفوا الحاج أبو مهدي المهندس وقالوا عنه إرهابيا، واليوم يستهدفون جزء لا يتجزأ من محور الانتصارات في العراق حركة النجباء التي دخلت في جميع المعارك وحررت كثير من الأراضي وقدمت الشهداء ودافعت عن السيادة العراقية وعن الحكومة العراقية وعن جميع مكونات الشعب العراقي. فلا أعتقد أن هناك تأثيرا بالغا على مستوى الرقعة الجغرافية في العراق. هم يضغطون علينا ويمارسون علينا بهذه القرارات من أجل انسحابنا من سوريا، ولكنهم يعرقلون كثير من العمليات في البوكمال، واليوم ما صرحت به القوات الروسية على أن أمريكا عرقلت استهداف داعش أمرا واضحا على أن هذه الإدارة تدعم هذه الجماعات والزمر الإرهابية. يعني كل هذا الضغط أو كل هذه القرارات وراءها الضغط عليكم لأخذ قرار الانسحاب من سوريا، موقفكم ما هو من هذه القضية؟ نحن قلنا بصريح العبارة أن موقفنا هو قرارنا هو قرارا تاريخيا في تواجدنا في سوريا، ولن ننسحب من سوريا إلا بانسحاب آخر إرهابيا من هذه الأراضي، لأننا دخلنا دخولا شرعيا وأمريكا لم تدخل دخولا شرعيا، بل أنها تدخلت في شؤون البلاد الإسلامية وخصوصا في سوريا، وأمريكا أرادت أن تضع لها قاعدة في تنب. أمريكا قامت بغطاء جوي وغطاء سياسي لهذه العصابات ولم تصنف جبهة النصرة على لائحة الإرهاب من أجل زجها على طاولة النقاش والرأي تحت غطاء يسمى المعارضة من أجل أن تحصل على مكاسب سياسية. فلن نسمح لأمريكا أن تحقق أهدافها في سوريا، ولن نسمح على أن تكون سوريا مسرحا للإرهابيين ومسرحا للقوات الأمريكية، وسوريا ليس ولاية من ولايات المتحدة الأمريكية. نرفض الوصاية والولاية عليها لأنها جزء من محور الممانعة، وبالتالي أننا لازلنا على العهد مع جميع الشعوب العربية من دون استثناء أننا نقف أمام جميع المشاريع التفكيكية في المنطقة. شكرا جزيلا لك سيد هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء، كنت معنا مباشرة من بغداد. في إيران أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في كرمانشاه الانتهاء من عمليات رفع الأنقاض في جميع مناطق المحافظة بما فيها القرى البعيدة. وبحسب مسؤول الطوارئ في البلاد فإن حصيلة جرح الزلزال الذي هز إيران مساء الأحد تزيد عن 9300 جريح. مجلس المحافظة قال إن حجم الخسائر يقارب 630 مليون دولار. هذا وأكد وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي أن شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء استأنفت نشاطها في المناطق المنكوبة وجرى ربط 50% من شبكة الغاز.
معي مباشرة من كرمانشاه مدير مكتب الميادين في طهران علي هاشم. كرمانشاه، كيف تبدو الآن علي؟ كمال، نحن الآن في أحد مخيمات المتضررين من الزلزال في مدينة سربول زهاب، وبطبيعة الحال يعني هذا الوقت الذي يعني في نهاية النهار الجميع يستقر في خيامه وتتجمع العائلات حول النار من أجل احتساء الشاي على الأقل في هذا الوقت، من أجل أن يتصبروا قليلا على هذا الوضع الذي هم فيه. لكن بشكل عام نستطيع القول بأن عمليات الإغاثة تقريبا انتهت، وعدد الجرحى ربما وصل الآن إلى أكثر من 9,000، وعدد القتلى 470. لكن يعني من غير المتوقع بعد الآن أن نسمع عن أعداد أكبر من هذه. بالنسبة للمتضررين، معظم المتضررين تقريبا أصبحوا يعني في خيامهم إلى أن يتم تأمين لهم مآوي مؤقتة، ربما بيوت جاهزة. يعني لا ندري حتى الآن ما هو القرار في هذا الإطار، لكن الأرجح بأنهم سيوضعون لاحقا أو ستعطى كل عائلة مكان ما ليستقروا فيه إلى أن يتم إعادة بناء ما تم تهديمه في هذا الزلزال. يعني المشهد هنا لهذه الأسر التي تجتمع هنا في هذه الخيام، لكنهم اختاروا بمعظمهم الخيام في منطقة مواجهة لمكان سكنهم السابق. يعني هذه المجمعات السكنية، هذا المبنى والمباني التي تقع خلفه هي أماكن سكن هؤلاء، فهم اختاروا أن يجلسوا في هذه الحديقة العامة المواجهة لمكان سكنهم على أمل أن يعودوا بأسرع وقت إلى هذه المباني عندما ترمم أو عندما يعاد بناؤها من جديد، لأن بعض المباني يعني الأساسات لم تعد صالحة للترميم. لذلك سيكون القرار بهدمها وإعادة البناء من جديد. بطبيعة الحال الظروف المناخية لا تساعد كثيرا، فدرجة الحرارة تقريبا يعني 3 أو 4 درجات، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. هذا بشكل عام بالنسبة للمشهد الإنساني هنا. بالنسبة للأمور الأخرى، كنا اليوم في جولة على المناطق المحيطة بسربوز زهاب، تحديدا في القرى المحيطة هنا، وعمليات توزيع الإغاثة، توزيع المساعدات، وعلى كل الصعد. يعني هناك على الصعيد الحكومي هناك عمليات إغاثة جارية، لكن أيضا على الصعيد الشعبي هناك عملية إغاثة جارية، مبادرات فردية، مبادرات من شخصيات عامة، مبادرات من فنانين، مبادرات من رياضيين. الجميع يسعى ما أمكن من أجل إيصال كل شيء يحتاجه هؤلاء من طعام، من شراب، من أغطية، من يعني خيام إلى آخره من أمور. أحيانا نجد بعض العائلات تأتي بسياراتها ملأة بالمؤن لتوزعها على أبناء هذه المناطق. يعني هذا بشكل عام المشهد من هنا كمال. شكرا جزيلا لك علي هاشم مدير مكتب الميادين في طهران، كنت معنا مباشرة من كرمانشاه. خمسون ألف طفل يمني يرجح موتهم حتى نهاية العام الجاري بسبب الحصار المفروض على اليمن. هذا التحذير أطلقته منظمة أنقذ الطفولة. ونقلت صحيفة ديلي تيليغراف أن نحو 130 طفلا يموتون يوميا بسبب الجوع ونقص الغذاء. 130 طفلا يموتون يوميا في اليمن، ضحايا تحولت أرواحهم إلى أرقام صماء في جدول إحصائيات الحرب. حملوا وزرا لا ذنب لهم فيه وسددوا فاتورة باهظة من طفولتهم التي انتهت قبل أن تبدأ. سليم قد تقدرون عمره بأربعة أعوام،
لكنه أكمل العشر سنوات ينظر حوله دون أن يدرك ساعة الصفر التي بدأت عندها حكايته مع المرض، ودون أن يعرف أنه واحد من أصل 50,000 طفل يمني قد يباغتهم الموت في أي لحظة قبل نهاية هذا العام. دفتيريا قاتل جديد في اليمن، فبعدما فتك وباء الكوليرا بمشارق البلاد ومغاربها يطل هذا المرض برأسه ليفاقم الكارثة ويضاعف المأساة. يسمى أيضا باسم الخنق، هو التهاب حاد معدن يصيب الجهاز التنفسي، وتؤثر بكتيريا المرض على الأعصاب وعضلة القلب والأنسجة الأخرى. اليمن المنهك في مواجهة مرض جديد يضاف إلى تدهور نظام صحي بات على حافة الانهيار بحسب المنظمات. 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 7 ملايين بحاجة إلى رعاية صحية بات من الصعب الحصول عليها، في وقت انعدم فيه 60 صنفا من الأدوية الضرورية بحسب وزارة الصحة. يتجنب النظر إلى الكاميرا وكأن الحرب وأدت الحياة في عينيه، فيما آخر يطالعها بعتب ولوم. تستجدي نظراته العالم وتسأل ما ذنب الصغار في بلد أطبقت حرب الكبار على أنفاسه؟ أما هذا الطفل فيتمسك بيد أمه والحياة، فالأم وطن والأوطان لا تموت مهما تكاثرت المصائب. يعمد التحالف السعودي يوميا على إعاقة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، فبعد إغلاقه جميع الموانئ والمطارات صادف جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء الدولي ومنع دخول 7 سفن تحمل وقودا ومواد غذائية من الدخول إلى ميناء الحديدة، في تجاهل للأمم المتحدة التي بدورها لم تحرك ساكنا كعادتها أمام كل هذه الجرائم في حق اليمنيين. هذا تقرير لأحمد زبيبة. هكذا هي صورة حجم الدمار الذي حل بجهاز الإرشاد الملاحي في مطار صنعاء الدولي بعد تدميره بشكل كامل من قبل طائرات التحالف. القصف لم يترك منه سوى بقايا الهيكل الخارجي، ووفق إدارة المطار فإن الغارة الجوية استهدفت آخر أمل لليمنيين، فبتدميره ستكون طائرات الأمم المتحدة عاجزة عن إيصال المساعدات لإنقاذهم. استهداف الجهاز الملاحي هو استهداف للأمم المتحدة، باعتبار أنه في الوقت الراهن المستفيد من تشغيل المطار هي طائرات الأمم المتحدة فقط. دول العدوان تتحدى العالم والمجتمع الدولي، وانتهاك صريح للمواثيق والاتفاقيات الدولية. الاستهداف طال أيضا الموانئ البحرية، فبحسب مؤسسة موانئ البحر الأحمر منع التحالف السعودي دخول 7 سفن محملة بالوقود والمواد الغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي يستقبل 80% من المساعدات والواردات، خطوة رأى فيها مراقبون تحديا من التحالف للأمم المتحدة. لا نتوقع أن يكون هناك موقف جدي من الأمم المتحدة نتيجة للضغوط التي تمارسها السعودية من خلال تمويلها وفرضها الهيمنة على أجندة الأمم المتحدة بتمويلاتها وضغطها عليها. فالأمم المتحدة الآن تقف في موقف مخزي الحقيقة ومخجل نتيجة لعدم وجود أي ردة فعل تتناسب مع حجم الجريمة والاستهداف الذي يستهدفها بشكل مباشر. استمرار الحصار البري والجوي والبحري ولا سيما لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة يحمل أكثر من تحد، فهو إهانة من التحالف للأمم المتحدة ومواثيقها التي في الأساس تبدو عاجزة عن القيام بأي تحرك جاد لكسر هذا الحصار وإيقاف الانتهاكات المتواصلة للتحالف. ادعاءات السعودية بتخفيف الحصار لا وجود له على الواقع، فملايين اليمنيين يعيشون حصارا خانقا أمام صمت الأمم المتحدة وعجزها عن إصدار ولو قرار واحد يجد طريقه للتحقق ليحد من معاناتهم اليومية منذ بداية الحرب. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما أنه تحدث هاتفيا مع رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، لافتا إلى أن الأخير رهن الإقامة الجبرية في منزله لكنه بخير. وكان الجيش في زيمبابوي قد أعلن أنه استولى على السلطة لاستهداف مجرمين محيطين بالرئيس موغابي، ولكنه نفى القيام بانقلاب عسكري. وشدد الجيش في أول بيان له على أن رئيس البلاد وأسرته بخير. هذا تقرير لموسى الديراني.
الأوضاع في البلاد انتقلت إلى مرحلة جديدة. مرحلة جديدة تعيشها زيمبابوي بعد استلام الجيش والقوات العسكرية زمام الأمور في البلاد عقب اتهام رئيس حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم قائد الجيش بالخيانة. نود طمأنة المواطنين المحليين إلى أن الرئيس روبرت موغابي وأسرته في مكان آمن وهم بخير. العمليات تستهدف الأشخاص الفاسدين الذين يحيطون بالرئيس المتهمين بارتكاب جرائم اجتماعية واقتصادية. سنحارب جميع أشكال الظلم وسنحمي مواطنينا من أي فساد، وبعد استكمال مهمتنا نؤكد للجميع بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها. الخطوات التي أقدم عليها الجيش ترافقت مع انتشار عشرات الجنود والآليات العسكرية والمدرعات في شوارع العاصمة هيراري وأغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرسمية. وألقى الجيش القبض على وزير المالية إغناشيوس تشومبو المعروف باسم جي 40، وهو أحد الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم بتهم الفساد وارتكاب مخالفات سياسية واقتصادية في البلاد. وعلى أثر الأحداث في زيمبابوي نصحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما بتوخي الحذر وعدم السفر إلى زيمبابوي على خلفية التوتر وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد قبل أيام. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها السادسة فرع الدراسات الاقتصادية منحت للمصري جلال الدين أحمد أمين من مصر. أما جائزة النقد الأدبي فنالها السعودي سعد بن عبد الرحمن البازعي، وحجبت الجائزة في مجال التصميم المعماري. في القاهرة صدر كتاب تاريخ الرقابة على السينما في مصر للناقد الراحل سمير فريد، ضم المقالات الخاصة بالأفلام التي اعترضت عليها الرقابة في مصر وملابساتها، ولا سيما محاضر المجالس الخاصة وقصاصات الأخبار. في مقدمة الكتاب ما كتبه سمير فريد قبل وفاته عن أن كل مبدع في العالم سوف يرى في الرقابة أيا كانت قيدا على حريته في التعبير، وسوف يظل الصراع بين المبدعين وبين الرقابة ما بقي الإبداع وما بقيت الدولة. نشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. في رئيس حكومتنا احتجز وأوقف في المملكة، الشيء هذا يشكل عمل عدائي ضد لبنان. عون يتهم السعودية باحتجاز الحريري مع عائلته ويعتبر ذلك عملا عدائيا، وباسيل يدعو الرياض إلى حل مشاكلها مع طهران وليس مع اللبنانيين. روحاني يصف إجبار السعودية الحريري على الاستقالة بالعمل غير المسبوق، ويتهم الرياض بارتكاب جرائم في اليمن. معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة لتحرير مدينة البوكمال، والقاذفات الروسية الاستراتيجية تضرب داعش في دير الزور. الكونغرس الأمريكي يصنف حركة النجباء العراقية جماعة إرهابية، ويتهم الحرس الثوري الإيراني بتمويلها وتسليحها وحزب الله بتدريبها. موغابي قيد الإقامة الجبرية والجيش يتسلم السلطة في زيمبابوي ويؤكد أن الرئيس بخير. مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.